قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ أو صحابي جليل من صغار الصحابة، قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وفي حديث تطفئ غضب الرب. فكلنا ذو خطأ، كلنا يقع منه من الخطأ ما يقع. فعندما يكون الإنسان متصدقا على الأقل بهذه الصدقة يدفع غضب الله عنه، أي يدفع غضب الله عنه في الدنيا حتى لا يبادر بالعذاب. ولهذا جاء في الحديث إن الصدقة تقي مصارع السوء، أي توطن، تمهد، تهيئ لأن يختم للإنسان خاتمة حسنة. هذا كله في مراحل الإنسان. يبارك الله عز وجل في المال، في الحديث ما نقص مال من صدقة. إذن الإنسان يتقي الذنوب التي هي أعظم ما على كاهله، ما على ظهره، والأمر الآخر يبارك الله عز وجل في ما